السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محارب من القارب المدينة كارت الانتريسي مكارحان حقا للمفات من الريجنس محاك صعب النعش رب وان وكهلا يحيى لها ومهين كوا كاربون هايدريت محاك صعب النعش برودة كل دون ما الانتريسي مكارحان كوا شكور المرسوس وانتو حقا لبنا مركو حلو يقانو فايت بو أنا أوصل قارن فيتامين كفلة عم إلى دقيت عم أوصل قارن بع فيتامين عن كفلة نوع عم فيتامين أنا أوصل قارن حاقو به كرا إما فيتامين إيه أوصل قارن عن جارو حاقو به كرا عم حالة أولك وكرا ديفيشن في جردة جد حاقو مدا على وقانا نايت بلان سما فور نايت إيشن إن هالين جان بمرك مرك أفرح الجاي بالرغم من ان المشكله كانت انه وحش شويه صوت ما حيتها وحد يشتغل لي قانون فاتني ادي بيجنسي ابي ما هي تقاعد ما فاتني نادى درهان فاتني اي او تقاعد حادي اعترف كل وعن قال اسير هذيك كثيرات او شنو برك قبل كذا كذا وعن روح اركواي يسوق واحد حاي وحلي قانون حايبه بارسال بيزن وحيرانا بارتيروديزمك وحسوس هارستيسا وحلوكا في القاعدة وحكم دا كالسيام وفرس فرس وحلوكا في القاعدة ناين كوريتان في جيركا يمازن كروتك اوكي فيتامين بي وان خدي عليك جيركا وحالا هايو فيتامين بي وان خدي عليك جيركا موصل عن دا قاعدة وحادا على وحلو يقان بيج بري 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 معنى هذا وحاسا وضح وحلو يقان فيتامين بي وان ولو يقان السيامين هيا كينو وحينا قوتا السيامين جير كوحا وقوتا هنا يبر برسو وحا وحاني بأرنو عما عمو اللقاة وكبرتو السيامين تا كدي جير كوحا كفا قارنة السيامين هنا نيربوسكا عما عبس كدر مرياشا يمرقها اي كفا قارنة شقر الله هنا سيبون احسن وقبتا هديس جير المرك وحا دعا مازا الوسم الماء مركب وكل ما يسلو قليه لابا سيستم قدمة سوى عنا مشاقين هاي وعدي او جرتو فيتامين بي وان او لو يقانا سيامين ديفيشنسي وحاو بدن اي كنتم حال لو يقانا بري بري اول قلاد اي كين كبتو حكم دا رينكلس حلو يقانا انسيفالوباسي وحاد عدا حالا بدن نيورولد كالسان كموهاي وحيا لو نيورولد لحريرة عبس نيربس وحن ما دامك فيتامين بي لقوضة فيتامين بي وان مركو كارهان سيامينك انا قطع وحلو كان اكساشن اكساشن مركو قطع الباكين كاليشن وسنتر النيربوسك اكساشن فيتامين بي في قسمين على السعر كبه بارتكوار سيامين يا سوارس مركو حالا اوضا من عرير كبتان وحلو يقانا ان اوكينا يو انجلس انسفالوبسي أطور في كلام فيتامين بي 2 أسينا ريبوفلافين حاليا قلنا ريبوفلافين أسينا في كنا إن المحا الدين السعبية فقال المحا قدعة حاليا قلنا أنجولار سأقرن تواقلت حاليا قلنا أنجولار جلايتس معنى المحا يتهاي حالة قدعة مقار في قوس وصامية مركب شمها وفي سامية أفكر قيدي نساء أو نساء عايو سامية الماء بلنا وقضع سوك الوحا دا وحلو يقان السمطاتس أفكر إنو بكتوك الوحا كمي بلسايتس عارك إن إما كبكتان أيضا وعاو حيالها كينا فيتامين بي تو فيتامين بي تري محادة هاي فيتامين بي تري وحلو يقان الياسين وأيضا هدي أسان عنو بقانا محادة وحلو يقان بلاجرا لو جمعنا حتى أفر دي أو دي أريا حاني جئنو شون بلان كينا أم أو شبما لما تاج سعب مقال وقضع عينا قضع دانيشيا حاني جئنو نقضع حاني جلمان بلان أما وحي لو سوى كلا إني حاني جئو دين تاما دير انتا سنو حاكينا فيتامين دي تري أولي يقال نياسي أوكي فيتامين دي فات أيضا وحي كينتا دي سعين بقادن باني في تساندروم إن المها بان كدر ما لغها فيتامين بي 6 أسيها مرة كينا وحلو يقانا
peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy waa damage gudaha nerveska gaar ahaan ku yaalo ka baxsan outside of the brain. Nerveska ka baxsan spinal cordka xanguulaha iyo maskaxda kuwa ka baxsan ayuu saameeyaa vitamin D sidii loo hayo. Okay, sidoo kale waxay ku sababaysaa marka ilmaha inay noqdaan ilmo daciif ama weakness ah, sidoo kale inay dareemaan xanuuno ka imaanaya lugaha iyo gacmaha oo kale ilmaha. Waxaa kaloo laga yaabaa shaqada jirku qabanayo ama xakamda inuu ka qayb qaato, inuu canugu taabiyo digestive inuu ka qayb qaato, iyo sidoo kale wareegga dhiigga. Marka vitamin B6-ka ayaa intaas ka qayb qaata in canuga la burburiyo, uranation loo sameeyo canuga, iyo circulation. Marka haddii la waayo, waxaa dhaceyso ilmuhu inay noqdaan kuwa daciifa, tabardarid inay noqoto numbness, dhaawacyo kale inay ka dareemaan lugaha iyo gacmaha. Okay, folic deficiency markay jirto ama vitamin B9 haddii cillad ka jirto, waxaa dhacaya waxa loo yaqaano megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia iyadana waa anemia taasoo macnaheedu yahay ama karakterkeedu uu yahay very red blood cell, inuu red blood cell uu yahay large, inuu aad u weyn yahay RBC-ga, sidoo kale inuu yar yahay unugyada. Okay, waxaa kaloo jira hypersegmented neutrophil. Hypersegmented neutrophil waxaa lagu arkaa marka la fiirinayo megaloblastic. Waxaa kale loo yaqaan vitamin B toni loo deficiency markii jirta, iyadana waxaa loo yaqaano megaloblastic anemia. Hypersegmented neutrophil oo markay fiirinayo megaloblastic anemia lagu arki doono. Waxaa kaloo jira waxyaalo kale oo loo yaqaan peripheral neuropathy oo the dorsal column tract, iyadana waxyaalaha uu keeno vitamin B toni loo adduus canuga qaadan xanuunka laga helo. Vitamin C deficiency haddii ay jirto, vitamin C deficiency iyadana waxay keentaa waxa loo yaqaan jaar oo kale ah, inay ilmuhu ciridkii ay ka buuxto uu ka dhiigo, kadib ay waxoogi u nuglaadaan. Marka cunooyinka waxaa ilmahan oo kale waxaa siinaysaa cunooyinka ay ku baanta vitamin C-ga. Keliya ma ahan markiinaa canuga ku aragta calaamadaha, maxaa loo muuqan karaa malnutrition haddii ay jirto, calaamadaha way raaci karaan, xaalado kale dii jiraan way raaci karaan, way ka soo muuqan karaan. Laakiin hadda ujeedka xasuusteena vitamin C oo kale canuga haddii uusan qaadan, waxaa ku arki kartaa waxa loo yaqaan scar, waxay ka mid tahay angiomyosis, bleeding gums, iyo bacteria. Okay, sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaan vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency iyadana waxay cillad ka jirtaa vitamin D inuusan canuga qaadan cunooyinka laga helo, waxaana ka mid ah waxyaalaha ay keento rickettsia ama rickets intolerant, ilmaha inay yeeshaan waxa loo yaqaan balbo ama lugahooda in weyn loogu talagalo ama aanay weyn kale inay socdaan. Cerebrally rickettsia macnaheedu waa balbo oo kale ilmaha markay yeeshaan. Okay, hyperglycemia sokorta ay jirka ku badata, iyadana waa ka mid ah waxyaalaha vitamin D deficiency ka mid ah. Biliyuria, ilmaha inay kaal badan yeeshaan, iyo polydipsia oo badan inay yeeshaan. Waxyaalaha ugu badan ay keeno marka waxaa loo yaqaana vitamin D. Waxaa kale ogaataa inay raaci karaan calaamado cudurro kale ay wataan. Waxaa ka hadlaynaa xasuusteena jirka ku badaya vitamin deficiency. Canuga haddii vitamin D uusan qaadan, waxaan ku arki karnaa vitamin K deficiency haddii ay jirto, waxaa dhacaa waxa loo yaqaano increase bartramine time, waxa ziyaadayo bartramine time-ka ama calotin factor ayaa cilladda ku jiraysaa. Sidoo kale waxaa ku arki karnaa in signs and symptoms oo mild severe bleeding in leeyahay xaniga, waxaa lagu daaweynayaa waxa loo yaqaano warfarin therapy oo sababteedana waxay tahay in canuga vitamin K deficiency haduu yahay inuu u nugulyahay wax walba ku dhaco inuu sameeyo dhiigbax xataa haddii wax yar gaareen. Marka vitamin K deficiency ilmaha ka xanuunsan, waxaa loo yaqaanaa bleeding badan ay sameeyaan ama severe bleeding ama aad ayay u dhiigbax.